من الذي تسلط علينا الآن؟ من تسلط على الكويت وعلى البحرين وعلى العوامية والشرقية في المملكة العربية السعودية وعلى البحرين وأقفز وعلى الإمارات، اقتصاد الإمارات والجزر الإماراتية، وعلى اليمن الحوثي وعلى السودان، والآن مصر أرض الكنانة حرسها الله، وأيضا غزة والتشيع في غزة ولبنان وسوريا الأبية، ونحن لا نقول بل نفعل. والله والله أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لئن مكنا منهم ليرون منا ما رأوا من عمر وصحابته. الفرس والله لئن مكنا، والله لئن سمح لنا، وأعني بذلك كان في الداخل أو في الخارج، رسالة للعوامية وهؤلاء السفهاء، هؤلاء الذين يلعبون بالنار، والله إنما هي قسم بالله تعبدا لله وطاعة لولي الأمر، تعبدا لله، وإلا والله وتالله وبالله لنسير الجيوش ونسير القبائل عليكم ونأكلكم أكلاً.